أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وفي مساكن قلبي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا لأن تربية النشأ مسؤولية الجميع، وإحنا اليوم من خلال هذه الحصة نستعين بأخصائيين في شتى المجالات باش نجاوبوا على بعض التساؤلات نتاعكم أنتم يا أولياء، لأنه على بالنا باللي أجمل هدية أعطاها لنا ربي هي الأولاد ولازمهم يتربوا، لأن تربية النشأ وخاصة الدراسة ونجاحهم في الدراسة هي أجمل هدية ممكن أنهم يقدموها لنا إحنا كأولياء. إذن موضوع اليوم، موضوع اليوم مهم جدا، هو موضوع الاستهزاء والسخرية والتخويف في المدرسة، دونك لانتيميداسيون ا ليكول، موضوع مهم جدا. راح نستضيفوا اخصائيين باش يتقاسموا معنا ويشاطروا معنا كذلك الاراء ويعطيونا كذلك التجربه نتاعهم. اذا نستضيفوا مع بعض الاخصائيه في علم النفس التربوي السيده محرز خان عبله. تفضلي تفضلي استاذه، تفضلي تفضلي استاذه. مرحبا بك، مرحبا بك، شرفتينا شرفتينا. كذلك السيد لابري نور الدين المختص في علم التربيه، تفضل. شكرا 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 شكرا، حبوك على بالك. نهار اللي قلت لي كيف اعلمه وهو لا يحبني، يعني هذو ولادنا. الله يبارك، تفضل تفضل استاذ. ومعنا اليوم ولي اب مرزوق امين، راح يقسمنا التجربه نتاعو. مرحبا بك، مرحبا بك امين، مرحبا بك، شرفتنا شرفتنا شرفتنا، تفضل. وكذلك في كل حصه نستضيف طفل ولا طفله يديرنا الواجبات نتاعو في هذا المكتب الجميل اللي وجدناه له. اليوم نستضيف نورهان. روحي نورهان بنتي، تعالي تعالي روحي. واش راكي واش راكي بنتي؟ لاباس. لاباس، تحبي تقراي نورهان؟ واش تقولي للاطفال اللي يشوفوا فينا؟ قولي لهم يقراوا مليح، قولي لهم يديروا الواجبات المنزليه تاعهم، ديروا الواجبات المنزليه تاعهم، قولوا قولي لهم ديروا الواجبات، قولي لهم ديروا الواجبات، ديروا الواجبات. تما روحي انت في هذاك المكتب ديري الواجبات ديالك بنتي. تفضلي تفضلي تفضلي. وانتم يا اطفال كما قالت لكم نورهان لازم تروحوا تقراوا باش تنجحوا. يلا مرحبا 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 بكم، مرحبا بكم، شرفتونا اليوم، شرفتونا في هذا الموضوع المهم. انا شخصيا اذا تذكري الاستاذه محرز كنا تكلمنا على هذا الموضوع، شغل شخصيا انا ما عشتوش ولكن تعايشته، شفت يعني الاطفال كيفاش عاشوا هذا الموضوع، وهو الانتيميداسيون سكولير، يعني الاستهزاء والسخريه والتخويف. نستهلها بآية من سورة الحجرات، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، صدق الله العظيم. أستاذة ماذا بيا نتكلموا على هذا الموضوع تاع السخرية؟ هذا نظن هو من مواضيع الشائكة في الوسط المدرسي. كيفاش احنا ماذا بينا اليوم نشخصوا شكون هو الطفل هذا اللي فيكتيم دانتيميداسيون ولا يعني عنده مشكل مع الاستهزاء وكامل والتخويف وكامل، وكيفاش الوالدين احنا ماذا بينا نعاونوا الطفل ونعاونوا الوالدين كيفاش يقدروا يعرفوا اذا كان وليدهم راهو عنده هذا المشكل ولا لا. ومن بعد سيلابري كذلك مرحبا بك، تكلمنا على اذا كان واجهتك حالات من خلال 39 سنه في سلك التعليم، هل هذه الحالات واجهتك وكيفاش قدرت تتعامل معها وكامل؟ وكذلك الوالد اللي راهو معنا اليوم سي امين، ماذا بينا تكلمنا على الوضع هذا، كيفاش تشوفوا كيفاش تشوفوا. اذا نبداو بك استاذه محرز، ماذا بينا تشخصينا هذا الوضع هذا، واش هو، كيفاش الناس يعرفوا باللي ولادهم يسون فيكتيم دانتيميداسيون ولا سخريه ولا استهزاء؟ السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أرحب بالحضور الجميل دائما واللي قابلنا.
شكرا جزيلا. نرحب بانفسنا وبولي الامر الفاضل بالاستاذ نور الدين محور الحصه وصديق الاطفال اللي يحبوه بزاف اللي عنده شعبيه كبيره. ودنا كاع الشعبيه. نرحب بانفسنا في احضان هذا الشباب واولادنا واطفالنا اللي هما مزينين القاعده. اذا اليوم راح نتكلموا على اضطراب صعيب، وعلاش قلت انت عليه صعيب؟ وعلاش يبدو انه حقيقه صعيب؟ لانه يمس الطفل في بناء شخصيته. ماشي نفس الشيء كي الانسان يتعرض الى تخويف او سخريه او تهديدات، يعني تقدر تروح الى حد التهديدات مثلا او الى حد التحرشات من كل الانواع. تحرش مثلا حتى مادي سلوكي كل الانواع، حتى بالعنف، العنف اللفظي، العنف الجسدي اللي يقدر يتعرض له طفل خارج المنزل او احيانا حتى داخل المنزل، يقدر يكونوا افراد من العائله الكبيره، افراد يعني من الجيران او غيرهم. وعلاش ماشي نفس الخطورة كي يتعرض الإنسان لهذا الشيء وهو كبير؟ وعلاش ماشي نفس الخطورة يعني كي يكون هو صغير؟ لأنه في بناء شخصية. لأنه كما قلت، كما قال يزيد، ويزيد أنا نغشش يعني نقول لهم هذه المعلومة بأنه هو أخصائي نفساني في الأصل. الله يخليك، الله يخليك. يعني زميل. وبالتالي يعني نتكلموا نفس اللغه. والله انا عليها نحب نتكلم معاك، لانه نحس باللي رانا كاين نور يخرج من هذه لا ديسكوسيون، سي دو لا ديسكوسيون كو جاي لا لوميير، لانه بالك الاولياء محتاجين كلمه، محتاجين توجيه بسيط، يعني بالمرات نصيحة بسيطة، يعني مش شرط أنها تكون في ساعات ولا، ممكن هذه النصيحة البسيطة هذه، لأنه لازم يفهم الولي الأمر بلي الطفل راهو في مرحلة بناء الشخصية. هذا هو ورقة بيضاء كما يقولوا. بناء الشخصية هذا يستمر، لعلم يعني المشاهدين الأفاضل أنه يبدأ منذ الولادة حتى إلى انتهاء مرحلة المراهقة اللي نقول له إحنا سن الرشد 21 إلى 22 سنة، يعني سن المراهقة المرحلة هذه اللي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بنضج الشخصية واكتمال صورة الشخصية. إذا إحنا واش مدى بينا كأخصائيين نفسانيين ولا كأولياء أمور ولا كبيداغوجيين وتربويين، مدى بين الطفل في خلال تكوين الشخصية تاعو اللي راح يدوم سنوات، يدوم 20 سنة، 21 سنة، 22 سنة، هذه الفترة الطويلة ما يتعرضش فيها إلى صدمات قاسية اللي تهز من هذا الكيان أو تهز من هذا البناء اللي يكون ضعيف في بدايته. هي وكأنها كما النبتة كي تبدأ تنبت، كيفاش تكون ضعيفة وصغيرة، لكن تاخذ صلابة وتاخذ قوة مع مرور الوقت. ولكن كذلك لو كان هذه النبتة هذه لقات في مسارها اعوجاج، فإنها أو تنمو وتكبر وهي معوجة. أستاذ أنا نستوقفك هنا، نقول لهم ما بالك الإنسان كبير مكتمل الشخصية، يعني قوي وكامل، جه صدمة بسيطة ممكن أنه يصاب بالسكري، بالضغط، بالقلب، يعني ما بالك طفل صغير، طفل صغير يعني بضع سنوات في عمره، لازم نحافظوا عليه. هذا هو النقطة الحساسة اللي لازم الناس تفهمها، لأن الطفل إلي فيلنيرابل، يعني الطفل هو أي حاجة، أي حاجة تأثر عليه، بالضبط، أي حاجة تأثر عليه، رقيق ومرهف. إذا كيفاش أستاذ نقدروا نعرفوا التشخيص؟ التشخيص كيفاش نعرفوا بلي وليدنا ولا بنتنا ولا راهو فيكتيم دانتيميداسيون، ضحية؟ إذا أول شيء اللي نقدروا نراقبوه هو الطفل يتكلم عبر سلوكاته، كما تكلمنا مرة عندما كنا نتحضروا في هذه الحصة، قلنا أنه يزيد أنه الطفل يظهر عليه بعض الأعراض، بعض التغيرات في السلوك. حتى بالنسبة لي أنا كأخصائية نفسانية، كي نبدأ نشوف أي حالة، يعني عند دراسة أي حالة تاع إنسان، أول شيء نبدأ ونركز عليه في دراسة الحالة قبل ما نعملوا الفرضية التشخيصية أو التشخيص اللي نسموه عادة إحنا لو دياغنوستيك، يعني وش به هذا الإنسان، نبدأ نشوفوا بالنسبة لهذه السلوكات وش تغير فيها، وش مالف يكون هذا الإنسان، وش ولا، وشنو هي الحاجات يعني. مثلا حاجة اللي تلفت الانتباه كذلك، الطفل مثلا على حسب العمر تاعو نقدروا نشوفوا الطفل تاع الحضانة مثلا يظهروا عليه بعض التصرفات اللي ما كانوش من قبل، مثلا حتى اذا اكتسب نظافه، اكتسب نظافه يعني اصبح التبول والتبرز بطريقه لائقه في المكان اللائق. احنا نتكلموا على طفل صغير تاع 3 سنين، عامين، يعني اللي احنا رانا ندربوا فيه ونولفوا له يعني النظافه.
الطفل هذا بعد ما اكتسب نظافة وخلاص ورجع يقوم بكل الاحتياجات البيولوجية تاعه في المكان صحيح وبطريقة صحيحة، فإذا به عندما احتك بمحيط معين ولا بدأ يخرج في فترة معينة عاود صار له نقص ريغريسيون، عاود رجع إلى الوراء، يظهر عليه مثلا اعراض تاع تبول لا ارادي، يرجع منسحب منعزل، يعني يبان عليه انه قليل المشاركه في الحياه، لي توندونس سوسيال تاعو او التوجهات او الميول الاجتماعيه تاعو تتقلص، ما يرجعش يحب يدير علاقات، ما يحبش يشوف اطفال جدد، ينطوي كذلك الشهية ممكن طبعا كذلك. مثلا حتى انه ينوض في الليل، الفزع الليلي، يدير يشوف كوشمار، يشوف كوابيس، فهذا مباشره الاعراض مباشره، هذه مباشره بالنسبه للام او الاب او المربيه حتى في الحضانه، بالضبط مسؤوليتهم كلهم، حتى الجده الطفل تحطه عند جدته ولا تحطه عند خاله، أي معوض للوالدين، مليح انه ينتبه لهذه التغيرات هذه. اذا هنا نبدا يجب اول شيء نفكر فيه وهي الصدمات النفسية. الطفل هذا راه يتعرض لأي شيء ما كانش يتعرض له من قبل، راه يتعرض كما قلنا الإهانة، تخويف، استهزاء، سخرية، أي جرح نفسي من أي نوع. إذن يقدر يكون أي جرح أو صدمة نفسية تتفاوت خطورتها وتتفاوت شدتها حسب شدة المؤثر هذا الخارجي وحسب التكرار. عفوا بارك الله فيك، كنت رايح نعطيك الكلمة لأنه في النقطة هذه التشخيص هذا في النقطة هذه. تفضل تفضل. يعني احنا تكلمنا عن الضحية، التلميذ الضحية تاع العنف وتاع الاستهزاء، لكن ما ننساش انك كنت في المدرسة تصرنا هذه وتصرنا بكثرة. بالضبط. لكنك تجدني امام شخصين. بالضبط. واحد ضحية وواحد بالضبط واحد عنيف، العنيف الفاعل. وكل مرات بالك قادر يكذب عليك يقول لك ما درت الولو. لا هذا الكذب. يعني هذا الكذب. لا ولكن عندنا أدلة لأنه في شهود تلاميذ. هو اللي يتسبب، هو اللي يضحك على الآخر، وهو اللي يستعمل العنف معه. والأولياء هنا قد أنا أستدعي ولي التلميذ ونقول له راه وليدك راه يستعمل العنف، راه يستعمل أو يضحك على الآخرين، راه كذا. إذن حتى الأولياء يصبحوا في حرج، لأنها حالة ماذا بيا لو الأستاذة تكلمنا عن الثاني الحال. صح. بالنسبة لي الطفل الساخر وليس المسخور به. بالضبط. ولكن أستاذة أنا نظن باللي لاغرافيتي يعني الخطورة في الاستمرارية والإعادة، يعني إذا كان سخر منه مرة ما تكونش عنده طبعاً. نفس باسكو لانتيميداسيون سي دون لا ريبيتيسيون سي دون لا فريكونس دون لا فريكونس، يعني في كي تعاود في التكرار، كي تعاود الحالة هي اللي تؤدي، يولي الطفل يولي هذيك المدرسة تبان له كحلة، يعني هذاك الطريق تاع المدرسة يبان له كحل، ما يقدرش يروح له. وهذا الشيء أثر على تحصيله الدراسي، مساره الدراسي كله، وهذا الشيء احنا نتخوفوا منه. بالنسبة للأطفال، لماذا يسخر الأطفال من بعضهم؟ لماذا يقدمون على هذا السلوك الخطأ؟ إذن عادة ما يقدم الأطفال على هذا السلوك لجلب الانتباه، للتميز، باش يقول باللي شوفوني مثلا هذا الطفل يقدر الطفل مثلا اللي هو تحصيله ضعيف في القسم، راهو شوية يغير شوية، ولا يقول لك هذاك اللي راهو قاريته يعجبته روحه، الناس كاع الأضواء كلها مسلطاريه، يمال أنا دوك تشوفوا واش ندير فيه، دائما نسخر منه، دائما نحطوا. اذا هو بطريقته الخاصه، والساخر عمره ما يكون عنده نتائج. هذه بالتجربه يعني بالتجربه او عن طريق التقليد كذلك، لانه مثلا كما باندورا وهو من احد اعمده علم النفس الاجتماعي او اللي خدم نظريه التعلم الاجتماعي، وهو باحث واخصائي في علم النفس وعلم النفس التعليمي والتربوي كذلك من كندا، هو عمل نظريه كلها نظريه التعلم الاجتماعي، قال لك انه الصفات او السلوكات تاع الطفل راهي 80% او 90% هي تقليد اجتماعي، راهو يشوف. يقدر مثلا هذاك هو الاسلوب المتبع في المنزل عندهم هما، او انه هذا السخريه وهذا الضحك ليس من باب يعني ما عندوش قيمه كبيره، قيمه سلبيه كبيره عندهم. بالضبط. هو اسلوب او اسلوب كلام، اسلوب حديث ما بيناتهم، ما فين يقدموا كما نقولوا احنا بالدارجه، معليش. لكن نولي لهذا الطفل اللي راهو يحوس على الانتباه، على التميز، على انه لانه الطفل ما يهموش هو باي وسيله راح يجلب اليه هذا الانتباه، يهمه النتيجه، هو ان المهم نكون انا هو محور القسم، انا هو محور كيما يتكلموا عليه يتكلموا عليا. ولكن استاذه انا نظن باللي كاين مشكل كبير، لانه هي سولون
سلون لا جرافيتي على حساب يعني المستوى تاع الاستهزاء هذا، لانه ممكن يكون اخطر يعني كل ما تقدم، لانه مثلا طفل يسخروا منه ولا يضربوه ولا يقولوا له كان تقول له مالك ما تفهموش معك، هو يخاف هذاك التخويف هذاك والتهديد هذاك. وسيد مدبية تكلم لي عليه، لانه انا نظن هذا هو الاخطر، لما الطفل يخبي على مواليه وقدر يعني الاستفزاز هذا والاستهزاء والسخريه يستمر نعم. لسنوات نعم ولا اشهر ولا صح. يعني مقبله الاستاذه تفضلت اعطتنا تشخيص اللي ندوا ونقولوا الاولياء لازم يردوا بالهم على التغيرات السلوكيه تاع اولادهم، مهمه جدا. ولكن مادابيا تكلم لي على هذا واش هو دور المربيين، وحنا نشوفوا كاين دراري ضحيه استفزاز واستهزاء وكامل لشهور نعم. يعني نعم. مادابيا نتكلموا على الموضوع هذا. بالفعل سي زيد راك جاوبت في حق عن هذا التساؤل هذا، هو انه على المعلم في المدرسه والاستاذ في الاقسام العليا وعلى الاولياء ان يكتشفوا بان الطفل ضحيه تهديدات او سخريه، لان بالضبط. الكثير من الاطفال يخفون هذا هو المشكل. نعم يخفون، ولكن الحمد لله كاين اعراض مشكوره، الحمد لله كاين اعراض عطتنا بعض الاعراض سيسا. وهذا لابد من متابعه الطفل في سلوكاته ولي رياكسيون تاعو في البيت، اذا شافوا لاحظوا بانها تغيرت فيما ذكرت هنا إليا ان بروبليم، كاينه مشكله، ويكون فيه الحوار ونوضعوا الولد اون كونفيونس، نبعد عنه الخوف من تداعيات اذا اكتشف بالضبط. وبالتالي لما نعرف ما نبانيكيش، فو با يعني ما لازمش نتقلق، ولكن في نفس الوقت ما لازمش نستخف، نقلل من الحده من الخطوره نتاع الموقف، لانها اذا حدثت مره او مرتين قد تكون عابره، ولكن بالضبط. اذا استمرت والطفل مخبي فهذه صدمة اللي يعني رايح يعيش بها الطفل حتى عند اكتمال شخصيته بالضبط. فيما بعد في حياته، لان الكهل احنا الكبار شخصيتنا مبنيه على ما عشناه وما تاثرنا به عند طفولتنا، هذه بالضبط. قاعده بالضبط. من بالضبط. يعني يقرها علماء النفس جميعهم، وبالتالي اذا العمليه هي مشتركه. نرجع الى المدرسه، هذا يحدث كثير في المدرسة، ومن وجد بعض التلاميذ يسخرون من الآخرين، ولكن الضحية نتاع السخرية، نتكلم عن السخرية لأن السخرية والتخويف حاجة أخرى يعني. لا بالضبط لكن السخرية هي اللي أكثر يعني تصرف. إيه موجودة بكثرة موجودة. بكثرة. شعرك ماهوش شباب، ماكش لابس مليح. ولكن منين تجي عندما التلميذ الطفل يكون مثلا السمنة. لا واحد سمين واحد شويه قصير القامه واحد كذا، تلقى الاولاد يلقوا فرصه هذيك باش يسخرون به. هنا تتدخل الجماعه التربويه، لازم تكون عارفه تتدخل الجماعه التربويه، ولكن تتدخل مع الضحيه ومع الساخر. بالضبط، هي ثيرابي ا دوبل سونس. الضحيه لازم نفهموه، نتحدثوا معاه ونقولوا له كلنا احنا في حياتنا كنا ضحيه هذا الامر يعني هذا، ولا واحد يعني يمنع منها، حتى هذا الطفل ولا البنت هو كذلك كان ضحيه، وهذا شيء عادي ويمر وكذا، ما لازمكش تقلق، ما لازمكش تبين، ما لازمكش تمشي يعني ما تلعبش اللعب يعني يعني احنا عندنا في الطرق. ولكن استاذ لابري بالمرات نطلبوا من الطفل انه يكون نطلبوا منه فوق الطاقه تاعو، يعني هو اصلا طفل 6 سنوات 7 سنوات إيه. بالمرات ما عرفش واش صار له، هذا هو من المتر اون كونفيونس اللي تو ني با سول، ما راكش وحدك، احنا رانا معك لازم نوقفوا. وكذلك احنا دائما ننساو المتسبب في الفاعل، احنا ننساو الفاعل، هذا الفاعل هذا كذلك ما لازمش نستعمل معاه العنف، لانه سينتقم وعنده ردود فعل. بالضبط، العنف في المدرسه بالضبط. وحتى بالضبط. في البيت يعني ممكن تكون بولدوناج. نعم في بولدوناج. نعم بالضبط، احنا هذا كذلك نتكلموا معاه، نحاول نتحاوروا معاه، ونحاول اذا استطعنا ان نخلق جو مرح، جو تاع محبه، يعني كونفيفيال في القسم، نبدا من القسم ونروح الى المدرسه، يعني حتى دخل القسم المعلم يلعب دور باش يخلي التلاميذ كلهم يتحابوا، كلهم يتحدوا، كما انت درت مع ايوا كما درت مع اولادي هذا. كلهم يحبوني. شوف يعني الله يبارك.
والله يا شكفر نشوفهم يحيوا هكذا نغير. لا الحمد سرقت لله سرقت لنا كاع الاضواء. لا الحمد لله هذا الدليل، هذا دليل باللي ابنائنا والتلاميذ تاعنا جميل جميل. ils sont jamais mauvais, ils sont jamais responsables, ils sont extraordinaires. هذا نحن اليوم نحن بارك الله فيك باش نديروهم تحت جناحنا. شوف ولادنا كل ابنائنا ils sont formidables, ils sont extraordinaires. Il n'y a pas de faible, il n'y a pas de mauvais. هذه الطاقة، هذه الطاقة، شكرا لكم، شكرا لكم. هذه الطاقة إذا عرفنا استغلالها، إذا عرفنا كيف نتعامل معها، إذا فهمناهم، خطأ هم عندهم أمورهم، إذا فهمناهم والله نشقوا بهم الجبال، نهدمهم والله نهدموا بهم الجبال. ولكن إذا هملناهم، إذا ما فهمناهمش، إذا دخلنا في صراع صراع الأجيال، إحنا نعرفوا أن عمري ما نقول أنا نعرف خير منهم، هم حاجات يعرفوها انا لا اعرفها. بالضبط. ونسمع لهم هو لا كومونيكاسيون، يفو كومونيكي افيك نو زونفون، والولاد لازم يكومونيكيو افيك لور بارون، مع الاولياء نتاعهم. اون كومونيكون ننجموا نتخطى بعض العقبات، لانه في تطوير او تكوين الطفل كما تفضلت الاستاذه مشكوره حتى ال 20 سنه 21 سنه، وانتم اوجهوا لكم هذا الكلام، انتم مازلت الشخصيه نتاعكم ما اكتملتش. دونك سي با انكور ترو طار، راكم في طور باش تكمل الشخصيه نتاعكم. استاذ امين مرزوق، اليوم جيتنا ماذا بينا كولي امر كاب تكلم لنا، سواء اما انك عشت وين ولو ب ب ب ب ب يعني بصفة صغيرة هكذا، عشت هذا الاستهزاء ولا السخرية ولا مع أولادك، ولا شفته ولا كيفاش راك متخوف؟ يا هل ترى تفكر في هذا الأمر؟ اسكو تخاف؟ اسكو ولدك تسقسيه؟ اسكو العشية تسقسيه تقول يا ولدي كش واحد دالك شي حاجة؟ اسكو هذا ستا الريفلكس اللي الأولياء يديروها مع أولادهم، ولا حبينا توضح لنا هذه الصورة هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكروا قناة شروق تي في، ونشكروك الأخ يزيد على الحصة الهادفة اللي تقدمها الأطفال واللي راه يساعد مام أولياء تلاميذ. الحمد لله. ونوجه شكر كبير للأستاذ الكريم اللي راه معنا. وكذلك الأستاذة الكريمة تاني اللي راهي معنا. أستاذة ما تصفقوا. قلت لك سرق لنا الأضواء. أنا تاني راح نشاركك الغيرة. شفتي؟ راح نغير. سرقنا الأضواء. لا لا معليش، الله يبارك، الله يبارك. وشكروا كذلك الحضور اللي راه معنا هنا في الكلاس. الله يبارك. الله يبارك. في الحقيقة الأخ يزيد، هذا الموضوع تاع السخرية، هذا موضوع يقيس بزاف الأطفال تاعنا. دوك باغ إكزومبل نحكي لك أنا قصة صارت لي مع البنت تاعي. الله يبارك. عندي طفلة تاعي تقرا قسم تحضيري، تسمى عندها كاين واحد تلميذ يقرا معاها زميلها، كيجي هي للدار، كيجي دائما توجر تدخل للدار عشية، نبدا نقصر معاها، تبدا تحكي لي تقول لي هذاك طفل جسر والو مقطع هكذا، هو مسكينة طفل فقير، الوالي تاعو ما يعملش، هذا طفل ماشي جزائري هو سوري جاو لهنا الجزائر. داكور. تسمى شاك جو كي تحكي لي انا نبدا نفهمها، نقول لها هذاك مسكين باباه ما يخدمش، مسكين بلادو هكذا نفهمها. الاتصال بيني وبين بنتي وبين الام تاعها دائما نوعيوها، نحكيوا لها لا سيتياسيون تاع هذا الطفل، مسكين كيفاه باش جا لهنا، كيفاش هكذا، وبلي يعني ماشي وبلي ماشي هو اللي يحب يكون هكذاك، الله غالب اوضاع هي. انا من هذا المنبر نوجهوا على كل حال تحيه لكل الشعب السوري الشقيق، وربي يخفف عليهم ان شاء الله، وربي ان شاء الله ترجع سوريا ورده كما كانت ان شاء الله. هما اخواتنا على كل حال، ولكن يعني ماشي شرط ان يكون اجنبي، ولا هي هذا الفينومان هذا تاع الاطفال الفقراء. لذا انا نحب المئزر في القسم. بزاف الناس يقول لك المئزر وكذا، المئزر يستر، المئزر والله كاين ناس عندهم كرامه، عندهم اون دينيتي، المئزر يستر. هذا الشيء مليح اللي تكلمت على النقطه هذه، بالك هذا اول لي برومي بوين اللي تاع الاستهزاء كامل، هو بالك الشكل، هو الشكل، بالك الانسان الفقير هو في نفسه بالك تكون عنده عقده انه ماهوش لابس كما الاخرين، ولكن المئزر يوحد اللباس. جميل. لا والوجود تاع المئزر لازاله الفوارق، النظره الى الفوارق الاجتماعيه. جميل. يعني جميل. انا في المدرسه ما كانش ما لازمش تكون الفوارق. جميل. الاجتماعيه، لا غني ولا فقير،
إذا ولهذا المأزر بارك الله فيك هو دائما يستر لهذا الأمور. وسي أمين وبنتك كيفاش تقبلت هذا الوضع هذا؟ كيفاش رجعت؟ في الحقيقة السوجي تكلمنا عليه بزاف أنا والوالدة تاعها دائما عشية نقصروا معها نحكي ولا الوضعية اللي خلات هاد الناس هكذا مساكن. ألور صدقني الأخ يزيد يومين موراها مور من اللي حكيت هاد القصة راحت صباح تقرا تجي 12 تفطر باش تعاود تولي عشية جيت عشية لقيت الخزانة تاعها فارغة حكمة حوايجها قاعدة تهم لهذا الطفل الخزانة تاعها كان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جميل 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 ما شاء الله ما شاء الله يعني الفطرة والله عندي إنسان يعني الإنسان يولد كريم يولد كريم يعني صح. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. قلت لك الاخ يزيد الخزانه كامل داتا قلت له علاش قالت لي انت قلت لي ما عندوش ديت له انا شري لي تما هذا باش نقضيوا على هذا الفينومان هذايا لازم توجور يكون اتصال بين الطفل والوالدين تاعو خاطر الوالدين هما اللي لازم يوعيوه جميل باش نحود فوارق باش هذه السخريه نقضيوا عليها كامل. الله يخليك الله يخليك الله يخليك استاذه ماذا بيا نختموا معاك اذا كان فيه نصائح الحلول هذاك هو احنا رانا هنا على جال الاولياء درك راهم كامل يستناو شافوا تشخيص شافوا انا نهضروا كلام جميل وكامل ام يقولوا وقتاش يعطيونا الحلول كاش نديروا مع هذه الافه هذه باش نعرفوا كي ولادنا يكون عندهم يسون فيكتيم دانتيميداسيون ولا استهزاء ولا كيفاش نديروا باش نسلكوا رواحنا. اذا قبل ما نلخص كل شيء نعاود نقول كما كل مره انه الكلام تاع الاستاذ امين والاستاذ الفاضل الاستاذ نور الدين كانت فيه الحلول وكانت فيه كذلك قبل ما نروحوا للحلول الانعكاسات السلبيه الخطيره اللي راح تكون على صفتين هامتين في بناء الشخصيه وهي تقدير الذات كيفاش انا نقيم ذاتي وكيفاش نكون انا نقيم ذاتي ونحترم روحي باش نكبر ونتطور وتقدير الذات هذا راهو يقدر يظهر لنا يعني في هرم ماسلو اللي يقدر تجوزه امام المشاهدين في الحلقه ان شاء الله اللي بان تحقيق الذات تقدير الذات من بين الحاجات النفسية والحاجات الاجتماعية العليا اللي تكون اللي راهي الفوق في الهرم باش نبنوا بها شخصيتنا. إذا هذا الطفل الضحية لازم نعاود كما قال أول لابريمير كلي أو المفتاح الأول اللي راح نروح له هو بالحوار فتح نوافذ وقنوات الحوار. لازم ندخل في العالم تاع الطفل تاعي ما نخليش كاين حاجز يعني مش نقول هو كبيره ما بين يعني ما بيني انا وما بين الطفل هذا يعني الوسيله الاولى سنة. هي اني ندخل في العالم تاعو نفهم اللغه تاعو باش نقدر نعاونه. نقول مثلا نحكي كيما في استرداد الثقه ولا في لا بالنسبه لي اليوميات تاعو واش راك تجوز في هذا النهار واش كاين واش شفت مع من يوميا نعمل هذا البريفينغ معاه ونبدا نشوف واش كاين اذا باش نصحح بعض الامور ونعدلها نقوم ما هو معوج. اذا بالنسبه للثقه في النفس كاين عدة طرق لتعزيز الثقة في النفس وهي مثلا نركز على الجوانب الإيجابية اللي في الطفل. إذا كان مثلا بعض المظاهر الخارجية ماشي مليحة كاين عدة مظاهر داخلية اللي مليحة كما قامت الطفلة بكل براءة إنها هذا الحب وهذا الكرم والحنان اللي في قلبها اللي راح تمدد كل شيء لزميلها اللي شافته لاجئ حرب ومسكين. إذا هذه من جهة. كاين مشكل آخر اللي هو ينقاس في الشخصية وهو يصاب بالإحباط الإنسان والإحباط كما نظرية روزنزفيغ وهو من الأخصائيين النفسانيين الكبار الألماني هو روزنزفيغ هذا في نصف يعني القرن الماضي القرن العشرين تكلم على نظرية الإحباط وكيفاش هي تكون كيفاش تكون قاعدة للعدوان. الانسان عندما يصاب بالاحباط لا فريستراسيون راح يكون عنده ثلاث ردود فعل يقدر يكون عدوانيه مخففه او عدوانيه عاديه كما يقولوا الناس بين قوسين انه العدوانيه هي ميكانيزم او تقنيه جهزنا بها ربي سبحانه وتعالى لكي نتكيفوا مع المحيط ولكي بور سو ديفوندر باش نحاموا على رواحنا يعني هي تقنيه عاديه لكن يجب ان توجه وترشد باش تمشي في طريقه طبيعي. كاين العدوانيه موجهه نحو الذات إلى درجة الانتحار يقدر هذا الإنسان اللي هو ضحية متكررة لهذا السخرية وهذا التخويف وهذا يصاب بخوف وقلق واضطراب يقدر إلى درجة الانتحار وما نعرفوش حتى لآخر لحظة. أطفال في مجتمعات الغربية
اطفال في سن يعني البريمار يعني الابتدائيه بعد شر الحكومه اقبلوا على الانتحار، لكن يعني للاسف ما نعرفوش الحكايه غير عندما نفاجئ بالمصيبه، غير في الاخير باش نعرفوا الحكايه. نبداو مع التحقيقات القضائيه وهكذا، نبداو نجبدوا الخيط باللي كانوا جماعه يهددوا فيه ودائما مقصرين لراسه وهكذا. اذا او الشكل الثالث والخطير كذلك من العدوانيه، وهي العدوانيه الموجهه نحو الخارج نحو الاخرين. يعني ديكو هذا الطفل، او بمجرد انه هذا الطفل يمتلك شويه قوه عضليه، يكبر شويه حتى يبدا يبدا يضرب عنيف، يضرب مباشره. بالضبط. حتى اللي هضر معاه يتمسخر معاه برك، يضربه يرجع ما يتقبلش اطلاقا انه نقجموا معاه ولا نتمسخروا معاه ولا يرجع غيجيد، يرجع كاري كما نقولوا، ما يحبش كاع التفاعل مع الاخرين، يرجع شخصية ضد اجتماعية. يعني احنا شفنا هذ المضاعفات اللي يقدروا يكونوا. اذا بالنسبة للحلول، اول شيء وهو الاتصال الدائم مع الاطفال والدخول في عالمهم، وخلق حوار يومي مع الطفل هذا. يعني على فكرة يعني او بالمناسبة نحكي لكم قصة صغيرة للاطفال وباش يعودوا يحبوني كما الاستاذ نور الدين. إذا كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان كاين واحد الحكيم، إنسان متعقل وحكيم، لكن كان عنده مشكل في المظهر تاعو. المشكل هذا هو أنه شعره ما عندوش شعر، يعني فرطاس أو ما عندوش شعر، فكان يضطر مسكين أنه يلبس شعر مستعار تاع زمان، هذا اللي تشوفوهم بيريك، يعمل شعر مستعار. إذا في مرة من المرات هو وأصدقائه خرجوا في رحلة، خرجوا هكذا أون بالاد، يدوروا في رحلة صيد ورحلة قنص، لبس عليهم، إذا راهم زاهيين ويمشوا ويفرحوا ويتو، حتى غصن تاع شجرة تبدلوا الشعر المستعار تاعو. هو طابس هكذا باش يجيب لافلاش تاعو أو القوس تاعو والسهم، كي طابس هذاك الغصن تبدلوا البيريك تاعو أو الشعر المستعار. فمباشرة كي شافوا هذوك الجماعة اللي راهم معاه، رد الفعل الأول ولا بروميير ريكسيون، بداوا يضحكوا يضحكوا عليه. اذا هو واش راح يدير في هذا الموقف؟ في عود اللي يقعد هو محشم ويقعد خايف، اذا كمل نحى كاع هذاك الشعر المستعار وبدا يضحك معاهم، كمل فرجعت ضحكه مليحه يعني مرحه، وكانها نكته مرحه، وعرفوا انه ما جرحوهش يعني في الصميم تاعو. اذا هذا واش يبين لنا؟ يبين انه نتكلموا على الطفل الساخر اللي هو الفاعل. كملت واقيل بنتنا. كملت شاطرة. زيدي كملي بنتي، زيدي كملي، وين اشترتك أكثر؟ إذا في هذه الحالة، وعلاش حكيت هذه القصة؟ أنه الطفل اللي راهو يسخر، دائما سي نور الدين ويقول لك على الطفل الفاعل، الطفل الفاعل واش راهو ينتظر؟ ينتظر أنه يغضب الطفل الآخر اللي راهو يسخر منه، أنه يغضب ويبكي ويروح يعيط، إذا باش هو يدي الشهرة. لو كان أنا نحبس له كاع هذا ردود الأفعال تاعو ونضحك معاه. ييأس. نضحك معاه ونشاركه، حبيت تضحك خلينا نضحك معاك عادي. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحلقة تاع الاستهزاء والسخرية، الانتميداسيون. إن شاء الله إن شاء الله بربي تردوا بالكم يا أولياء على هذه النقطة، مهمة مهمة جدا باش تشخصوا وكذلك تعالجوا وتحاولوا كيفاش تدخلوا في الوقت اللازم. إذا ابقوا معنا وانتظرونا في حلقة جاية تاع أولادنا تحت جناحنا. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، للعقول لولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان.